0-0 بينتهي الشوط الأول ما بين الجونة وكيما أسوان، ويعني هجوم وكورة واستحواذ للجونة، وطبعا واضح جدا أن كيما أسوان بيدافع فقط، أنه نازل هذا اللقاء بيدافع، وده الغريب يعني. بالصدفة ثالث مباراة بتابعها للجونة، تابعت الجونة وطهطة، وبرضو كانت طهطة مستسلمة تماما للجونة، وكان الجونة فاز بخمس أهداف مقابل لا شيء. الجونة والألمونيوم برضو الجونة كان هو الأفضل وكان مستحوذ، وقلنا ساعتها ممكن الإرهاق والمشاركة في كأس مصر، ولكن المباراة الثالثة على التوالي للجونة، الجونة هو اللي ماسك كورة، واستسلام غريب من كيما أسوان. طيب هل يستمر كيما أسوان في الشوط التالي بنفس الأسلوب، بنفس الأسلوب الدفاعي، ويستحمل كل الضغط من الجونة؟ طيب سؤال تاني، هل كابتن عصام ده اسلوبه في اللعب ان هو يطلع الشوط الاول بصفر صفر، وزي ما قال كابتن جمال حمزه قبل بدايه المباراه ممكن يكون ده تفكيره ان هو يستهلك الجونه واللياقه البدنيه بتاعه الجونه والدفع بتاع الجونه الناحيه الهجوميه، وهو يبتدي يهاجم الشوط التاني؟ ده ممكن يكون سيناريو، ده اللي هنعرفه من كابتن جمال عبد الحميد كابتن مصر وايضا كابتن جمال حمزه. ولكن قبل ما نروح لهم عايز اقول لحضراتكم ان كل النتائج في كل المباريات في الشوط الاول 0-0، يعني عندنا الالومنيوم ومركز شباب طميه 0-0، عندنا دايرو والأسيوطي، الأسيوطي متقدم بهدف لمعتز محروس بهدف للاشيء، عندنا بني سويف والواسطة تقدم البني سويف بهدف للاشيء، وبعد كده كله 0-0، الفيوم وطهطة، البداري والمنيا، الجونة وكيما، ونصر الفكرية وسوهاج. خلونا نرجع لمباراتنا ونشوف مع حضراتكم الملخص البسيط، يعني أنا ما أعتقدش أنه هيتعدى دقيقتين ونص ملخص الشوط الأول يا كابتن جمال عبد الحميد. دقيقتين ونص ده بالكتير. بص أنا وكابتن جمال حمزة قاعدين في بنتفرج على الماتش. اتفرج على ماتش ممل يعني فعلا زي ما انت قلت يا فايز، الجونه ماسكه الكوره يعني نقدر نقول 70%، ولدرجه ان الاستاذ الكابتن كمال جابر المعلق قال احنا ما شفناش لحد دلوقتي مؤمن حسن حارس مرمى الجونه يعني متهيألي بعد نص ساعه او ساعه او 40 دقيقه فجات له كوره واحده بس، ودي كانت اول هجمه، يعني انا معاه في الكلام ده. خلينا نقول ان امتلاك الجونه للكوره ودفاع مستميت يحسب للكابتن عصام عبد الجابر ان هو مالي المنطقه جدا ومخلي مقفله جدا على لعيبه الجونه، زائد بقى الاحلى حارس المرمى، يعني انا عايز اقول ان حارس المرمى طلعت عبد الوهاب نجم الشوط الاول، ومن احسن الاجوال اللي شفناها في الفتره اللي فاتت دي كلها. بص دي كورتين يعني ورا بعض، عنده شوية مرونة ورد فعل، رياكشن رد فعل، علشان بس ما عشان الناس رياكشن كلمة انجليزية يا كابتن جمال حمزة، لو قلت كلمة انجليزية لازم ترجمة لازم ترجمة الفورية، الرياكشن بتاعه الرد الفعل هايل جدا. تمام. فأنا بحييه على الشوط دوت. يمكن احنا توقعنا انا وجمال وانت ان في ممكن يكون في اهداف عشان الجونة، ولكن عاطف عبد الوهاب منع التوقع بتاعنا، ونشكره عليه طبعا لان هو اصلا تعلقه بيخلينا نحس ان في حراس مرمى في مصر كويسين، فبكل التوفيق لي. اخر حاجه زي ما اتفقنا برضو ان الجونه هيلعب في الشوط الاولاني ضد الهوا، والشوط الثاني هيلعبوا مع الهوا، فهو دلوقتي الجونه لعب ضد الهوا، الشوط الثاني يبقى مع الهوا. الحاجه الجميله ان يمكن سعيد عبد العزيز مش هو بيقول زعلان مش ناجح في الشوط الاولاني عشان ما جابش جوال، انما الحاجه الثانيه ان عصام عبد الجابر ناجح ان هو طالع بالتعادل. صح. انا مع جمال حمزه ان انا بلعب مع الجونه فريق كبير، وانا مش كده كده مش هصعد، بس على الاقل ما اهبطش، فبالتالي ما اخد نقطه بره ارضي في الجونه انا هبقى سعيد جدا جدا. فجيمي عصام ناجح، عصام عبد الجابر ناجح، وسعيد طبعا اكيد هيخش مضغوط جدا. صح. جدا لانه عايز يوصل برضو المركز الثاني ويبقى عمل حاجه انجاز كويس من 13 للثاني، فبالتوفيق للفريقين في الشوط الثاني، ونشوف كره احسن من كده ان شاء الله. طيب قبل ما نروح لكابتن جمال حمزه نروح لمراسلنا سامح الفيومي في مباراه الفيوم وطهطا ومعاه بعض اعضاء مجلس اداره طهطا. the
تحية ليك الزميل العزيز فايز ثروت ولضيوفك ولكل مشاهدي قناة التميز. النهار رياضة ما بين شوطي مباراة الفيوم وطهطا والذي انتهى بالتعادل السلبي. يعني في مشكلة مجلس إدارة نادي طهطا عايزين يعرضوها عن طريق منبر النهار رياضة. اتفضل كابتن أحمد خلف. اولا تحياتي لكابتن كريم وضيوفك الكرام. كابتن فايز تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام. هي المشكله باختصار ولا احنا نادي طهطا نادي جماهيري علينا ضغط كبير من جماهيرنا، احنا دايما بنسعى ان احنا دايما عايزين نفرح جماهيرنا، لكن عندنا مشكله كبيره جدا. نادي طهطا الرياضي يمتلك اكثر من 900 متر عباره عن صاله بحريه مستاجره، معرض ملابس وصاله قبليه مستاجره لصاله افراح. مع الاسف الشديد جدا انتهت عقود الايجار، وحتى هذه اللحظه لم نتمكن من استلام هذه الصاله البحريه او الصاله القبليه، وما زال المستاجرين بينتفعوا من هذا المكان دون وجه حق. وطبعا بكل تاكيد قمنا بكافه الاجراءات القانونيه، خطبنا السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضه والسيد وزير الداخليه والسيد مدير امن سوهاج والسيد محافظ سوهاج والسيد وكيل وزاره الشباب والرياضه. ومع الاسف الشديد المسؤول الوحيد اللي اتحرك بالفعل معانا هو السيد وكيل وزاره الشباب والرياضه الاستاذ كمال بيه ابو ضيف مدير مديريه الشباب والرياضه بسوهاج، واصدر قرار اداري بالاخلاء بالقوه الجبريه، والمديريه اختارت مديريه امن سوهاج بتنفيذ هذا القرار. ومع الاسف حتى الان برضه لن يتم اخلاء الصاله، وبالرغم ان احنا لدينا حكم ايضا قضائي بفصل التعاقد والاخلاء بالقوة الجبرية. أنا أناشد يعني أنا بكل حقيقة، أنا آسف يعني يا كابتن فايز، أنا مش عارف أناشد مين تاني. إحنا وجهنا المناجاة للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية والسيد وزير الشباب والرياضة، لكن مع الأسف يا كابتن فايز ده المورد الأساسي لنادي طهطا، ده الدخل الأساسي لنادي طهطا، لأنه النهاردة لو أنا بمتلك 900 متر من الممكن إنه الدخل من المكان ده بالتحديد هيوصل معايا تقريبا ل 60 70 ألف جنيه، هيفرقوا معانا بشكل غير عادي. حضراتكم طبعا بكل تاكيد شفتوا ملعب نادي طهطا، ملعب سيء جدا، بالمناسبه بيلعب عليه اكتر من 9 فرق، بنعاني يعني شفتوا الغرف خلع الملابس لا تليق باي نادي. مع الاسف نفسنا نقدر نعمل تطوير في الملعب. وبالمناسبه احنا قدمنا ايضا مقايسه هندسيه لوزاره الشباب والرياضه، نتمنى من السيد وزير الشباب والرياضه بالموافقه على تطوير ملعب نادي طهطا. لكن انا ارجع للمشكله الاساسيه، لانه بجد احنا لينا تقريبا اكتر من سنتين يا استاذ سامح، لدرجه ان احنا خلاص تعبنا واتكلمنا في الموضوع اكتر من مره، وتقريبا كل 15 يوم او كل شهر احنا بنناشد السيد رئيس مجلس الوزراء. اخيرا انا اناشد السيد الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج والسيد مدير امن سوهاج المحترم، واناشد ايضا السيد وزير الداخليه بالعمل على تنفيذ القرار الاداري الذي صدر عن مديريه الشباب والرياضه بالاخلاء بالقوه الجبريه حتى نتمكن من اجراء مزايده جديده. وشكرا. اكيد مشاكل طهطا عرض مستمر. استاذ مصطفى رجب كنت حابب تقول حاجه. يعني احنا بنبص يعني الملعب يعني زي ما انت شايف عاوز يعني كتير من التطوير ومن الاصلاحات عشان يعني تليق مثلا بالفرقه والفرقه اللي بتيجي يعني تلعب في طهطا. والشازلونج ده مشكله كبيره. يعني نتمنى ان يوصل يعني لنادي طهطا يعني زي ما المتبرع قال، فيعني نتمنى ان يوصل يعني للنادي. شكراً. ودي كانت لقاءاتنا مع اعضاء مجلس اداره نادي طهطا، والان الكلمه ليك زميلي العزيز فايز ثروت ولنجوم الاستوديو التحليلي. شكرا للزميل سامح الفيومي، ونروح سريعا عشان برضو قبل ما ننسى اجواء المباراه، وكابتن جمال برضو ليه تعقيب سريعا على موضوع طهطا. كابتن جمال شفت الشوط الاول ازاي، وخصوصا ان واضح ان في مشكله في دفاع كيما اسوان، لو جونا استغلوه في الشوط الثاني ان في سوء تمركز واللعيبه جوه ال 18 بتعرف تستلم مستريح قوي. بص هو ملخص الشوط الاولاني زي ما الكابتن جمال عبد الحميد بيقول شوط ممل جدا، يعني مفيش هجمات كتيره، وده باين كمان باين في الهايلايتس اكتر. الجونة فعلا مستحوذ، هو الممتلك وسط الملعب وهو المنتشر اكتر على طول، نسبه الاستحواذ على طول رايحه لنادي الجونة، ولكن بسلبيه. يعني انا مش شايف ان يعني عندهم مشكله ان هم يحرزوا هدف. فريق كيما مستسلم استسلام غير طبيعي بصراحه، يعني هم بس الجونه بيلعب ضد الهوا كمان، خدت بالك ممكن الشوط الثاني الموضوع يتغير، ولكن كيما اسوان انا شايف ان هم بيلعبوا مباراه بلا هدف. يعني انت لا بتدافع كويس ولا بتعمل هجمات مرتده منظمه، اغلبيه اللعب كله في نص ملعب كيما اسوان. كيما اسوان فعلا عاملين زحمه ولكن بدون مراقبه،
يعني مش هتستفيد حاجه لما يبقوا 4 5 واقفين. ممكن واحد في وسط ال 4 5 دول يجيبها جون لان انت مش مراقبه. ولكن لازم حتى لما العدد يبقى عددك اكبر لازم برضو تراقب مظبوط وتخلي في ناس تلعب فريق بس في ناس مراقبه جوه ال 18. شفنا اكتر من كوره بيستلموا براحتهم جدا ومحدش بيضغط عليه ولعيبه الجونه يعني مستسهله المباراه. اعتقد ان هم ممكن يتعاقبوا الشوط الثاني لو فضل طبعا لو فضل ان انت مش مدي الخصم الاهتمام والاحترام اللي المفروض ان انت تديهوله ممكن تتعاقب في كوره واحده. يعني ممكن كوره واحده كيما اسوان يروح يجيبها جون خلاص الماتش هيقلب لان انت مش محترم الكوره نفسها. فلازم انت تحترم الكوره وتحترم الخصم اللي قدامك تلعب على قد امكانياتك. ولو انت فعلا مستسهل المباراه لا ورينا يعني هات جون بقى والتاني والتالت والرابع لو هو الموضوع سهل او لو هي المباراه سهله. ولكن طول ما هي 0-0 طبعا ده نجاح للكابتن عصام عبد الجابر ان هو طبعا قدر وده اللي انا قلته لك ان هو عايز يطلع الشوط الاولاني 0-0 عشان بس ده لو تفكيره يعني بالظبط عشان الشوط الثاني يبقى فيه تغيير في التكتيك بتاعه يعني. طيب كابتن جمال حميد هناخد تعليقه على مشكله نادي طهطا ولكن بعد نهايه المباراه عشان الفريقين نزلوا بالفعل لارضيه الملعب مباراه الجونه وكيمه. طيب سريعا يا كابتن جمال الجونه هيتعاقب نفس كلمة كابتن الجون هيتعاقب ولا ولا لا هيتعاقب لو استمر في لو استمر ان هو بيثير عقونه قدام المرمى واللعيبه مش عايزه تجيب اجوان يعني انا شايف ان الهوا دايما بيبقى هو دلوقتي الهوا هيلعب مع الجونه لا مش هيتعاقب بس هو الكلمه الحلوه بسرعه اللي قالها جمال ان برضو لعيبه كيما اسوان مش ماسكه كويس زحمه بس مش ماسكه كويس لولا حارس المرمى كان ممكن النتيجه تبقى 4-5 النهارده في الشوط الاولاني بس الشوط الاول بس. ولكن انا اعتقد ان الجونه هيضغط اكتر واكيد اخدوا دش في من الشوطين وهينزلوا بقوه اكتر وانا اعتقد ان هيبقى المباراه صعبه على كيما الشوط الثاني. كابتن جمال قبل ما نطلع للفاصل توقعاتك للشوط الثاني هل الجونه هيضغط اكتر بالعيبه طبعا ده اكيد الجونه هيضغط ممكن نشوف توماس مع بدايه الشوط الثاني او بعديها بخمس دقائق 10 دقائق اعتقد ان هم هيضغطوا وزي ما بقول لك لو ما احترموش الخصم وما احترموش فريق كيما اسوان وخلصوا بسرعه هيتعاقبوا. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نرجع مره ثانيه لمعلقنا كابتن كمال جابر تعليقا على احداث الشوط الثاني.